مخيم الهول هذا مخيم حقيقة مثير للجدل. هناك مدرسة داعشية للاستنبات داعش جديد. تخيل أعمار صغيرة تتربى وتنشأ في هذه البيئة، وهناك حقيقة توجه داعش داخل المخيم لصناعة التوحش لدى المتواجدين. كانت هناك مشكلة حقيقية، يبعد عن العراق 13 كيلومتر تقريبا، ونحن حقيقة لو تركنا أكثر من 25 ألف عراقي، وأغلب من 18 فما دون أغلبهم يعني تقريبا عدد كبير. إذن تقول 50 ألف من كل العالم جنسيات متعددة. مخيم الهول يضم 50 ألف شخص. 50 ألف من كل الجنسيات. طيب. ونصهم تقريبا عراقيين. تقريبا 30 ألف. عراقي 30,000 عراقي هسه سحبنا منهم بعدين الوجبات، فنتحدث على الوجبه العاشره. نعم استاذ كريم، هناك التوجه الموجود حتى الطفل البريء ربما ينمو على التوجه الداعشي، صناعه التوحش، صناعه العنف والقتل والسحل. لذلك اليوم حقيقه كان تردد لدى اوروبا، اغلبهم طبعا دول اوروبا وشرق اسيا، البعض كان متردد، لكن موقف العراق الشجاع حقيقه اشاد. انا كنت في بروكسل الاتحاد الاوروبي، هناك اشاده دوليه بموقف العراق الشجاع، استطاع ان يفكك. يعني احنا اليوم من الخطا ان نعتبر هؤلاء مجيئهم بعد التدقيق الامني قنابل موقوته، بالعكس بقائهم في المخيم قنابل موقوته كما تفضل السيد اللواء قنبله نوويه قال. حقيقه اليوم احنا عندما بدانا بعد تدقيق الأمن واللجان هناك متواجدة، وتقريبا أكثر من 10 وجبات ما يعادل 1430 عائلة وصلوا للعراق. بدأنا عملية اندماج مجتمعي، وهناك كل عائلة قد تضم كم شخص يعني بين 3-4 أكثرهم أطفال، يعني مو حتى نساء كبار، يعني نساء وأطفال أكثرهم. زين حقيقة أقول يعني بشكل واضح، هؤلاء كيف نتعامل معهم السابق كريم؟ هل من المنطق والعقلائي أن يبقون بالمعسكر وينشؤون حتى بعد كم سنة يطلع لنا داعش ربما أخطر من داعش الأول وهم نموا بهذه البيئة؟ أو علينا على الأقل بعد التدقيق الأمني سحب من حقيقة ليس عليه شبهات أمنية أو إرهابية أو قضائية؟